العيلة وجو العيلة ومين بيربي وشال الشيلة ده حوار اوفر يا معلم مش بالسهل ده دي هالليلة العيلة وجو العيلة ومين بيربي وشال الشيلة ده حوار اوفر يا معلم مش بالسهل ده دي هالليلة تكاليف مصاريف كسوت شتا صيف محتاجة بابا وماما سوبر مان ومدارس عايزة فلوس يا لطيف شغالة في البيت يا ظريف يا سلام يا سلام واللحمة بكام عنا يا رب على دي الليلة أنا اللي بس تقال لي هات يا ما نفسي حد يقول لي خد دراعي خد المشيكات وعليا كوم تربط خد العيلة العيلة ومين بيربي وشال الشيلة ده حوار اوفر يا معلم مش بالساهل نادي هالليلة تكاليف مصاريف كسوة شتا صيف محتاجة بابا وماما سوبر مان ومدارس عايزة فلوس يا لطيف وبقى مفتوحة في كل مكان تربية وصريخ خناقات تخطيخ وعمالة شغالة في البيت يا ظريف يا سلام يا سلام واللحمة بكام عنا يا رب شعري شاب وانا لسه شاب اشي وصل مية ووصل نور الصبر من عندك يا رب العيلة وجو العيلة ومين بيربي وشال الشيلة ده حوار اوفر يا معلم مش بالساهل نادي هالليلة تكاليف مصاريف كسوة شتا صيف محتاجة بابا وماما سوبر مان ومدارس عايزة فلوس يا لطيف وبقى مفتوحة في كل مكان يا سلام يا سلام واللحمة بكام عنا يا رب على دي الليلة ايه الاخبار؟ كريم بيقول لك هو بيذاكر وعنده امتحانات ومش فاضي وياسمينة قاعدة مبلمة ومش عايزة ترد على حد يا دي المديتيشن اللي طالعنا فيه دي كمان لا اله الا الله وده جالها من ايه ده يا اخويا هو ايه اللي جال ده جميله جميله بقول لك ايه انا مش عارف اتعشى انا عايز اتعشى مع عيالي الكلام ده ما ينفعش ابدا حاضر يا زيزو ما تقفرش قوي كده حاضر هيتعشوا معاك هو انت صاحبك الرخم ده يكلمك تطلعه علينا احنا انت هتفكريني تاني بيه قال هو مين صاحبك الرخم ده يا زيزو ده كاني حكيت كاميليا مش شايفه ان جه الوقت بقى ان احنا نقلع الاسود ده ونخرج بره مود الكآبه على فكرة مش الأسود هو اللي هيخليني فاكرة بابي ولا لأ أنا أصلاً ما بنساهوش الله يرحمه أنا فاهم طبعاً الله يرحمه أنا الحقيقة كنت عايز أتكلم معاكي في موضوع أنت دلوقتي استلمتي شغلك ومرتاحة فيه الحمد لله والبيت الجديد اللي خدتيه برضو مرتاحة فيه مش شايفة بقى أن جه الوقت أن أنت تريحيني أنا كمان حسام مش حاسس أن إحنا لسه محتاجين يعني نعرف بعض أكتر ونقرب من بعض أكتر يعني نعرف بعض أكتر هو أنا الحقيقة مش محتاج أخد وقت أكتر من كده يا كاميليا لأن أنا اللي عارفه عنك مخليني خلاص واخد القرار إن أنا عايز أتجوز شوف أنت إيه اللي ناقص وعايزة تعرفيه عني وأنا ردلك عليه حسام أنا مش قصدي كده خالص حسام أنا عديت بظروف صعبة أوي أني كنت البنت اللي اتولدت في بقها معلقة دهب أي حاجة كنت ببقى عايزاها كانت بتبقى عندي من غير حتى مطلب أهلي كانوا جنبي وفي ظهري وفجأة ما لقيتش أي حاجة من الحاجات ولقيتني بتجوز واحد وبعدها بشوية بتطلق منه زي ما يكون الهدف إن أنا أخد اللقب وخلاص لقيتني بعيش حياة تانية خالص فيهاش معلقة دهب كاميليا أنا مقدر اللي أنت بتقوليه ده كله وفاهمه كويس
عارفه لما اقول لك نكته لاول مره تسمعيها هتضحكي، لكن لو سمعتيها تاني ممكن تبتسمي لمجرد انك بتجامليني. الاكيد بقى انك لو سمعتيها للمره الثالثه مش هتستني لغايه لما تسمعي اخرها، هتسيبيني وتمشي. هو ده اللي لازم تعمليه مع ظروفك ومشاكلك، انك تسيبيها وتمشي عشان تعرفي تكملي حياتك. حسام انا عارفه ان انا تقلت عليك قوي، وان انت تعبت معايا في حاجات كتير، ان انت تلاقي لي شغل، وان انت تجيب لي بيت عشان اقدر اعيش فيه. بس بليز علشان خاطري استحملني بس شويه، اعدي الظروف اللي انا فيها دي. المشكله ان انا يوم بحس ان انت عايزانا نقرب من بعض، اليوم اللي بعده بحس انك بتصديني ومحتاجه تاخدي وقت وتقولي لي لا احنا محتاجين نقرب بعض اكتر من كده. انا مش فاهم حاجه والله، ولا انا اصلا بقيت فاهمه نفسي. ما فين كريم؟ جاي يا حبيبي على طول دلوقتي. هو بالنسبه لياسمين عندها حاله وفاه ولا ايه؟ انا قريت شويه في موضوع المديتيشن ده، هو حاجه كده شبه اليوجا. ماشي مفيش مشاكل بالنسبه لليوجا، بس دي كانت على طول قاعده على الموبايل بتاعها، انا شايفها يعني من غير الموبايل خالص. انتوا بتقولوا ايه؟ ما بنقولش، بنقول جرايه يا ست انصاف. جرايه يعني ما ينفعش نتكلم في بيتنا او اشوش مراتي، هي توشوشني نتكلم في حاجه سر، يعني ده وضع طبيعي يعني يا ست انصاف، عادي يعني. حطوا الاكل بسرعه عشان مش هقعد معاك اكتر من 10 دقايق. احنا اسفين جدا يا استاذ كريم ان احنا بنعطل حضرتك، يعني خير؟ انت عارف يا بابا ان انا بمتحن دلوقتي العربي والدين والتربيه الوطنيه مع الوزاره، ويا دوب لسه فاتحهم النهارده، فالعشر دقايق اللي انا اقعد اكل فيهم معاكم دول ممكن يدمروا لي مستقبلي كله. يا ولا يا ولا يا سلام. امال مين اللي كان قاعد دلوقتي على الفيسبوك ها وعامل اكتف عليه؟ ايه لا ده 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 اكيد تشابه اسماء، وانت عارف يعني ولاد الحرام كتير. فعلا ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه. انا عارف طبعا، معروفه. لا لا ما تحطليش زحمه. بلاش ليه؟ ده احنا حتى بقينا ناكل اللحمه مره واحده في الاسبوع، اشمعنى يعني؟ لا ما هو انا بعد كده مش هاكل ولا سمك ولا لحمه ولا حتى بيض ولا جبنه. ليه بقى ان شاء الله؟ كده انا بقيت فيجن. فيجن؟ لا اله الا الله، ليه كده بس يا بنتي؟ اللي مشيكي في السكه البطاله دي؟ يا ست بطلت ايه بس؟ يا ست انصاف اصبري بس، بقيتي فيجن ليه يعني؟ اولا عشان عايزه احافظ على جسمي، ثانيا بقى ان الحيوانات دول ارواح زينا، يعني احنا مش من حقنا ولا ناكلهم ولا نذبحهم، فانا بعد كده هبقى اكل خضار وبس. يعني مش من حقنا لا ناكلهم ولا نذبحهم، بس ناكل اكلهم لغايه اما هم يموتوا من الجوع، مش كده؟ خلاص يا حبيبي سيبها هي حره، ان شاء الله تاكل طوب. على رايك هيتوفر. طيب بصوا يا جماعه انا جامعكم النهارده لان العشر دقايق خلصوا بالاذن، وانا ما احبش ان حد يتافه من معتقداتي. يتافه من معتقداتك؟ خد يا بت، خد يا بت بت. وانا عندي مراقبه امتحانات بكره الصبح. الله 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 الله. خير بقى يا زيزو، ايه الموضوع اللي انت كنت عايزنا فيه؟ مش يا ست انصاف، انا كنت عايز يعني اصبح على خير يا ست انصاف. الله، والموضوع فهم. ايوه نيفين، انا الحمد لله كويسه يا حبيبتي بجد والله. طب الحمد لله، ربنا يبشرك بالخير يا حبيبتي. اوكي ميرسي قوي، باي. يا جميله ايه ما تفرحيني معاكي. وافقوا على خطه بحث الماجستير بتاعي. الف مبروك يا جميله. الله يبارك فيك. يا انت مش متخيل يا عبد العزيز انا قد ايه كان نفسي انهي الموضوع ده قبل نهايه السنه، احس اني انجزت حاجه. الحمد لله ان انت نهيتيه قبل نهايه موضوع البحث بتاعك ده. كان عن ايه؟ ايه ده انت عمرك ما كنت مهتم، عمرك ما سالتني السؤال ده قبل كده. لا معلش جاوبيني بس. كانت دراسه مقارنه ما بين الزواج في المجتمعات القبليه والمجتمعات المدنيه واصل. بس 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 بس، انت كانت امنيتك انك انت تنهي الجواز قبل نهايه السنه؟ شوف انا بقول لك ايه وانت بتقول ايه. يا زيزو كانت دي امنيتي. يا الحمد لله الحمد لله. كده يا ستي فاضل اربع امنيات، هما اي نعم الاربعه انيل من بعض، بس ان شاء الله خير. يا شباب انا مش عايز اسمع اي صوت جوه اللجنه، كل واحد يبص في ورقته، الامتحان ان شاء الله سهل وبسيط. بس انا مش فاكر حاجه.
مالك يا ابني في ايه؟ مش عارف، حاسس ان انا مش فاكر حاجه. استهدى بالله كده وركز وان شاء الله خير. يلا افتح ورقه الاجابه وابدا حل. اتكل على الله. اللي بتعمله ده وايه ده؟ اصل انا فتحت ورقه الاجابه لقيت دي هنا. انت هتستعبط؟ انا هعمل لك محضر غش حالا. لا يلا. طب ليه يا مستر؟ يلا قوم يا مستر. مش يلا قوم معايا. يلا يا مستر. معلش يعني يا حماتي، انا كان مفروض اجي من ساعه ما سبت الظرف ده الجميله، بس كنت متلخبط شويه يعني. ف شاكرين جدا. انا اديت الظرف ده لكريم ونبهت عليه انه يديه لجميله. انت دخلك ايه في الموضوع؟ لما انا الحمد لله يعني لسه قادر اصرف على بيتي وعلى اولادي، يعني شايلكوا العوزه. متشكر. انا هقوم اعمل شاي، ارجع ما لقاش الظرف ده هنا يا عبد العزيز. مفهوم؟ انا حاسس بيك يا عبد العزيز يا ابني، بس برضه مش المفروض تعمل فرق بيننا وبين بعض كده يا عمي. انا مش ناقص ديون، انا ما صدقت فلوسك رجعت لك وتشال حمل تقيل من على كتافي. ربنا يسهل بس شركة التأمين دول يوفوا بوعدهم ويشيلوا من علي أي حاجة يعني. هتفرج هتفرج إن شاء الله هتفرج. الحمد لله إنك سهبت على المراقب وما عملتش محضر غش وشايلك المادة. الحمد لله يا عم، ده أنا كنت هروح فيها. إيه إيه يا كريم، إيه اللي حصل؟ لا يا عم مفيش حاجة، خلاص الحمد لله. قعدت أتحايل على المراقب وأقول له ده أنا زي ابنك، ديك ابنك ضيع مستقبله، وقعدت أعيط وأبوس إيده لحد ما في الآخر خد البرشام وخلانا نكمل امتحان بالعافية. أيوة كريم، بس ده كان عدى نص الوقت. يا عم مش مشكلة، مواد الوزارة دي أهم حاجة تنجح فيها، لكن الأهم مواد الأي جي. طب اللي أنت كتبته ده هينجحك يعني ولا إيه؟ يا عم في إيه، عيب عليك؟ هو أنا أي حد؟ ده أنا كريم عبد العزيز. ما هي دي المشكلة. ماشي يا خفة. يلا يا عم ربنا يستر. ينفع كده اللي بتعمله في نفسك ده يا عمي؟ أما هو ما عامل لي كوباية شاي. خليك قاعد، هو أنا ضيفة؟ يعني انا سايبه ابني اللي بيمتحن ومعرفش عنه حاجه وجاي هنا اشرب شاي؟ انا جايه عشان اللي مس ناديه بتقوله لي ده مش خير خالص. انت ايه اللي خلاك تتكلمي معاها اصلا بعد اللي عملته؟ انا فعلا كنت متضايقه منها ومتضايقه جدا كمان، بس بعد ما عرفت اصل الموضوع وعرفت انها بتعمل كده عشان تحميني قدرت موقفها وجايه بنفسي هقول لك ان انا سامحتها. وايه المطلوب مني بالظبط؟ ان انت كمان تسامحها، وكفايه بقى اللي انت عامله في نفسك ده. انت حره تسامحي في حقك، إنما من حقي راح فين؟ دي ما فكرتش تعمل لي خاطر وهي بتأذيك. ما أذتنيش، ولو كانت أذتني ما كنتش أنا سكت لها. خلاص بقى يا عمي، والله دي بتحبك. طيب سيبيني أدور المسألة في دماغي وأشوف. لا طبعا مفيش وقت تدور. إيه أنت خلاص تقوم كده دلوقتي تاخد دش وتحلق دقنك دي وتنزل تجيب لها هدية حلوة وتعدي عليها في المدرسة، هي فاضلها ساعتين عشان الكنترول. إيه بمناسبة إيه إن شاء الله؟ آه ده النهارده عيد ميلاد صحيح. شفت بقى انا لحقتك ازاي؟ معلش، يبقى انت روحي مشوارك وشوفي الولد وانا لازم انزل حالا دلوقتي. بقى كده؟ ده انت لسه من خمس دقايق كنت عايز تشربني حاجه دلوقتي بتطردني؟ ماشي يا عم خلاص انا همشي. ايوه مس نادي. معلش حضرتك عارفه ان بابا يعني من مواليد برج الثور. انت عارفه بقى الجماعه بتوع برج الثور دول بيبقوا عناديين ودماغهم جزمه قديمه. ايه حضرتك برج الثور؟ لا ما هو مش اي ثور يعني، ثور عن ثور بيفرق طبعا يعني. لا يعني حضرتك انا ما بفهمش في الابراج اساسا يعني، بس هو عندي. لا يعني جميله ان شاء الله هتخلص وتعدي عليه باذن الله. خلاص انا بس عشان ما اعطلش حضرتك عن شغلك. ماشي يا مس نادي، مع السلامه. مع السلامه. خد يا كريم، خد يا كريم. ايه ده بابا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما خدتش بالي. ايه الاخبار؟ عملت ايه في الامتحان؟ النتيجه لسه ما طلعتش، اعرف من ايه؟ ايه يا دي العسل ده؟ اوعى النحل اللي هيلف في الشقه. يا ما انا عارف انها لسه ما طلعتش، عملت ايه؟ ما انا حضرتك ممكن اقول لك ان انا قفلت الامتحان وتطلع النتيجه تلاقي كلام تاني خالص يعني. مش خش اوضتك يا كريم.
ما بابا يعني انت سيب يعني الحوارات دي لماما، هي دلوقتي هتخش ورايا الاوضه وتمسك ورايا الاسئله وتقعد تراجع ورايا بقى سؤال سؤال وتقولي حليت السؤال ده ازاي، وهي اصلا ما بتفهمش حاجه في المواد اللي انا باخدها، وانا مش عايز اقول لك بصراحه فرهد على الفاضي، وانا زهقت وقرفت حاجه جنه جدع والله. فعلا عنده حق، انا لو مسكت ورقه الامتحان ولا هفهم اي حاجه، فرهده وخلاص. بجد يا جميله جاي؟ انا كنت واثقه اني مش هون عليه. طب بصي شكله جه، باي باي بقى باي. استاذ عبد الفضيل، انا جاي اتكلم مع حضرتك في موضوع خاص يا مس ناديه. اتفضل يا استاذ عبد الفضيل. شكرا. انا عارف اننا في وقت امتحانات واننا كلنا متوزعين مراقبه على اللجان، انما انا محتاج اجازه ضروري. اديك رديت على نفسك، يعني غير مسموح بالاجازات. ايوه بس بنتي في المستشفى بقى لها 3 ايام وهتعمل عمليه بكره ومحتاجه ابقى جنبها. لا اله الا الله، عمليه ايه دي؟ عمليه في القلب. قلب يا حبيبتي، الف سلامه عليها، ما تقلقش خالص، انا هتصرف، هجيب حد مكانك في اللجنه، ولو عايز اي حاجه اي حاجه قول لي فورا. ربنا يخليكي لينا يا مس نادية. وعلى فكره انا ما عملتلكش محضر، ما تقلقش، بس اوعى تتهم حد بالباطل تاني. انت انسانه عظيمه جدا وقلبك رقيق جدا جدا يا هانم، وانا وعدك ان انا هتغير. يا ريت تصدق في وعدك ده، ولو احتجت اي حاجه هتلاقيني جنبك. طبعا، بس ارجوكي يا ريت نخلي الموضوع ده سر ما بيننا من غير ما تقول. حاضر، مع السلامة. شكرا. يعني صاحبك ده ما كانش عارف يأجر زيارته دي شوية لحد ما كريم يخلص امتحاناته؟ وانت فكرك يعني سميناه الرخم من شوية؟ ما هو من رخامته دي. معلش يا حبيبتي، هو يومه يعدي. طب ايه رأيك بقى، كله حاجة تمام ولا في حاجة ناقصة؟ كله مية مية، يعني صراحة مش ناقص أي حاجة، والرز كمان هنا نوعين رز، وإيه ده، إيه الحلاوة دي؟ متشكر قوي يا حبيبتي. إيه الست إنصاف فين؟ سايبانا في العك ده كله وقاعدة فين؟ كانت داخلة أوضة ياسمين من شوية. ماشي. ياسمينة ياسمينة عايزة إيه تاني يا ست إنصاف؟ مش عارفة أذاكر لك كلمتين على بعض. مذاكرة إيه ونيلي تقابل بتاع اللي أنت حطاه في ودانك ده عمال يرزع ويخبط طول النهار، ده أنا لو منك كان زماني اترشت. اللهم طولك يا روح، أنا قلت هتتلاقي في المسلسل وسيبني في حالي. عايزة إيه تاني يا ست إنصاف؟ هو أنت ياسمينة مش قلتيلي إن المسلسل ده تركي؟ هو بغض النظر عن ياسمينة دي، بس أه تركي في إيه؟ أصلك كده زي ما يكونوا بيتكلموا عربي، ولا باين أنا اللي بفهم تركي ولا إيه؟ هو مدبلج عربي. آه فهم. لا يعني إيه بقى الكلمة اللي أنت قلتيها دي؟ يا ماما! طب وأنت بتزعقي ليه دلوقتي؟ لا لا يا ست الكل، إيه الجمال والحلاوة بتاعت الأكل ده؟ إيه ده؟ واحد كان وحش الأكل البيتي. بالهنا والشفا يا أستاذ باس. فين يا أستاذ عبد العزيز؟ فين الولاد؟ مش أنت فهمني إن عندك ولاد؟ ولا انت ما عندكش يعني وبتقول لي كده عشان منظرك وشكلك قدامي؟ منظري ايه وشكلي ايه؟ الولاد موجودين بس بيذاكروا، يعني عندهم امتحانات. امتحانات؟ امتحانات تتأجل ويجوا يسلموا على صديق عمر ابوهم. صديق عمري ايه؟ انت بقالك 10 سنين مسافر ما شفتكش. اخص عليك يا عبد العزيز، اخص عليك. احضرين يا ست هاج. بصي انا عرضت على جوزك انه يجي يشتغل معايا وهو رفض. يشتغل معاك فين؟ والامارات. انا ما رفضتش ولا حاجه، انت قلت هتكلموني ومحدش كلمني. اهو انا بكلمك اهو. قلت ايه؟ قلت ايه في ايه؟ وظيفه، وظيفه بمرتب بالدولار. دولار يا جماعه، الدولار النهارده هو شعار المرحله، والسفر بعد اسبوعين. ها تو دايز. ممكن افهم موضوع شغل الامارات ده ايه بالظبط؟ مش ما افهم انا الاول، بيقول لك اسبوعين تو دايز. انا هفهمك ابعد شيء، انا هفهمك كل حاجه، بس المدام بقى تقوم تعمل لنا اتنين شاي عشان نهضم بقى، مع سبع تمن قطع جاتوه من اللي انا جايبه. انت ما جبتش جاتوه؟ ها؟ اكيد نسيته في التاكسي. بلاها جاتوه، ممكن الشاي مع الفاكهه، سبع تمن قطع فاكهه كده من التلاجه فريش مع الشاي.
ولا انتوا ما عندكوش فاكهه في الثلاجه؟ لا عندنا قوي قوي. بقول لك ايه، شوفي اي فاكهه في الثلاجه وحطي فيها سم فران خلينا نخلص منه. عبد العزيز مش هتحرك من هنا قبل ما اعرف موضوع السفر ده ايه بالظبط. عبد العزيز دي بطه ولا وزه؟ يعني هتفرق معاك؟ لا معزه. دبي بقى التكييف في كل مكان، في الاسانسيرات، في العربيات، في البيوت كمان. هي كام سنه وهيكيفوا الشوارع يا راجل؟ بيحملوا ملابس دلوقتي هيكيفوها من جوه. انت هتتكيف يا عبد العزيز؟ طيب يعني هفكر في الموضوع ده ان شاء الله وارد عليك. نعم مفيش وقت الكلام ده يا مدام، اقنعيه. انا اصلا مش مقتنع بموضوع السفر ده خالص، ايه لزومها المرمطه يعني؟ خصوصا انه مش لسه بيبدا حياته من جديد وبيته وولاده محتاجين له. ده مرمطه ولا حاجه، ده هيسافر معزز مكرم. طب اقول لك بقى، الاقامه والفيزا والتاشيره على حساب الشركه، مش هيغرم غير تذكره الطياره، والشركه هتديها له بعد ما يستلم الشغل على طول. فرصه يا عبد العزيز، فرصة ما تجيش في العمر إلا مرة واحدة بس. وان تايم. وان تايم، إيه رأيك؟ قلت لا يعني لا يا عبد العزيز، وبعدين قوله بقى اتكل على الله عايز أنام. ياه دي الساعة بقت 12 بالليل. ها 12 بالليل؟ آه دلوقتي؟ طب بسرعة عبد العزيز افتح التلفزيون، في مسلسل أنا متابعه عايز أشوف الحلقة حصل فيها إيه دي. يلا بسرعة نام. النور مقطوع. فندم عايز ايه؟ انا مال، انا ان كان عيد ميلادك ولا مش عيد ميلادك دي مساله تخصك انت. دوري على حد يقول لك كل سنه وانت طيبه يا انسانه يا عظيمه يا سياده المديره. أيوة أنا زيزو، أيوة أنا زيزو.